سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. حلقتنا النهاردة هتكون بعنوان مفاجآت الأقدار من يد إله غدار. في الحلقة دي هنتكلم عن القدر ومصائر الناس في الإسلام، وأيضا هنتعلم ما هي مشيئة الله في الكتاب المقدس، وده أهم حاجة النهاردة هنتكلم عنها علشان تعرف قلب الله ليك. عندي إعلان بسيط عن حلقة يوم 17 مايو. يوم 17 مايو أنا هقدم لكم حلقة خاصة عن العابرين أو العابرون وحياة جديدة. في الحلقة دي أنا هتكلم عن أمور خاصة بحياة العابرين وعلاقتهم بالله، هتكون الحقيقة من الحاجات اللي انتوا بتبعتوها لي. فأنا طالبة منكم ان اللي عنده سؤال عن الحياة مع الله، اللي عنده مشكلة عايز يسأل عليها، اللي عنده حاجة بتعيقه في الحياة مع الله أو مع اللي حواليه، أو اللي عايز يحكي لنا تغيير ربنا عمله في حياته، بطلب منكم يا إما أنكم تكتبوا لي على الواتساب بتاع البرنامج، أو تبعتوا لي على الإيميل بتاع برنامج المرأة المسلمة اللي هو أنتوا شايفينه دلوقتي mw.org، أو أنكم أيضا تكتبوا على صفحة الفيسبوك. الأمور ميسرة جدا أنكم تلاقوا يعني أمور كتيرة أو وسائل كتيرة تستخدموها توصلوا لنا بها. أدي الفيسبوك بتاع المرأة المسلمة كمان، تقدروا تبعتوا لي حتى على التويتر الخاص بتاعي. عايزاكم تعملوا كده لأنه أنا عايزة أخد خبراتكم ونتكلم عنها كتابيا ومن خبرات العابرين اللي يمكن أكبر منكم في الإيمان أو أكثر خبرة في الإيمان، ولكن الهدف إنك تعرف مكانك منين، فين من الله وإمكانيات الله المعطاة ليك في الحياة. كلنا بنمر بظروف صعبة يوم بعد يوم، وأيضا بنمر ب يعني علاقة رائعة مع الله تستطيع إنها تشفي كل هذه الألام والأمور اللي بنمر بيها. تقدروا تكتبوا على الخاص في الفيسبوك أو على الرسائل الخاصة على الواتساب. كمان تقدروا تسيبوا لي رسائل صوتية، وأنا إذا كنت حابب أنها تستخدم في البرنامج استخدمها، إذا كنت عايزها رسالة خاصة قولي أن دي رسالة خاصة مش للنشر. أوكي؟ بشكركم، ومن النهاردة لحد يوم 17 مايو هنتظر كل رسائلكم. أوكي؟ دلوقتي بقى أبتدي الأول قبل الموضوع بقى بقصة ظهرت مؤخرا في مصر، لكن الحقيقة أن القصة دي والفيديوهات اللي هنشوفها هي دليل وإشارة للي بيحصل لأطفالكم في المدارس الإسلامية، من أول الكتاب لمدارس الأزهر لمدارس السلفية لمدارس الإخوان، اللي أنتوا مش بتشوفوه في ما يحدث داخل هذه الفصول. وإذا كنت حتى يعني في ناس تقول لك إيه، لسه لحد النهاردة أنا لسه بودي ولادي الكتاب عشان يتعلموا القرآن ومصايب الكتاب وما يحدث فيها. دي بقى صورة اللي هتشوفوها دلوقتي، صورة مختلفة شوية عن المصايب اللي بتدرس لأولادكم في المدارس الإسلامية. في سيدة اسمها فدوى مواهب، هي اسمها كده، اللي ما عرفش بقى ده اسمها الحقيقي ولا اسم الشهر. أوكي؟ بتظهر في فيديوهات تعليمية مع أطفال في مدارس أو دروس دينية. العجيب بقى إنه الست دي بتتكلم إنجليزي مع الأطفال، إذن دي مدارس خاصة بيتعلموا فيها لغات، أو إنها تكون كتاتيب خاصة بقى بس شيك، معرفش، ولكن يعني في ودانها حاجات جهاز بتستخدمه بتتكلم فيه مع الأطفال بقى، أو اللي قاعد بره بيديها إرشادات، أو يعني جهاز بتتواصل بيه مع الأطفال اللي جوه الفصل.
وبتتكلم انجليزي عربي ولابسه حلو وشكلها حلو وكل حاجه اوكي، لكن ما تعلمه الست دي. يعني انا بقالي فتره بشوف الفيديوهات بتاعتها، قلت استنى نشوف يعني ايه اللي هيحصل، إيه هتقول لنا ايه كمان، هتقدم ايه تاني اوكي. لكن الفيديو اللي انا عايزه اوريه لكم النهارده ده مهم، اوريدي سجلت لكم حلقه خاصه في الموضوع ده، هتشوفوها كمان اسبوعين ثلاثه اوكي. خلينا نشوف الفيديو الاولاني. ما بتعرفش تفتح الباب؟ لما انا اخش التويلت وخلصت وطلعت بره التويلت وسبت الباب مفتوح بتاع التويلت، انا كده بقول للشيطان ايه؟ اتفضل اتفضلوا اقعدوا معانا، صح؟ رايت ينفع؟ يبقى دايما بليز ميك شور وانتوا خارجين من التويلت نقفل الباب ورانا. الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا انه برضو وقت المغرب اللي هو قبل المغرب كده بشويه نقفل الشبابيك ونقفل البيبان كلها، عشان الوقت ده الشياطين بتبقى بتجري في الشوارع، فبنقفل احنا الشبابيك عشان وهي بتجري ما تخشش البيت عندنا وتبقى قاعده معانا البيت. بيقولوا لي الشياطين حرانه بيجروا في الشوارع في الطراوه. يا جماعه اللي اتقال في الفيديو ده شيء يعني اولا مين اداها الحق انها تكلم اطفال في شيء زي ده؟ بتقول لهم ان بيوتكم فيها شياطين، ولو خرجتوا من بره البيت ما هو برضه في شياطين بتجري في الشوارع، يبقى العيال كلها مش عايز تخرج بعد المغرب. انه لا يعني هي مصادرها مصادر إسلامية، محمد كان بيروح الأماكن اللي بيتبول ويتبرز فيها والأماكن اللي بيكون فيها شياطين، وبرضو نفس الحكاية. في واحد بيقول لك أصله يعني هو عارف منين ده، أيامها ما كانش في حمامات. لا، التراث مليء بالتواصل مع الشياطين بين محمد والشياطين والقصص اللي اتكلمنا فيها قبل كده. في كمان اسبوعين ثلاثه هتشوفوا حلقه فيها كل هذه التفاصيل، انا يعني كنت عاملاها anyway. ودي مش اول حلقه نعملها في الموضوع ده، احنا عملنا الجن والشياطين والسحر والعرافه والكلام ده كله عملناه في حلقات وسلسله مطوله. ليه؟ لانه في عز التراث الاسلامي. لكن بتعلميه الاطفال ليه؟ ليه؟ تخيل الست او المدرس، او يعني انا مش بشخصنها ولا اي حاجه، ولو انها مسؤوله عن اللي بتعمله وبتعمل اكتر من كده كتير، هي بتادلج فكر الاطفال بالرعب كما هو العاده في الدين الاسلامي، دي حاجه، وايضا بتغير منظورهم للاخر في مواضيع اخرى، وتقول لهم المسيحيه مش دين واليهوديه مش دين، وعلى طول تروح عامله يعني بتعمل فصل بين الأطفال اللي بتأدلجهم دول والمجتمع. وكل سنة وانتوا طيبين بقى، خلصت الحكاية. وحتى الجيل الصغير ده اللي المفروض انه في مدرسة خاصة وقاعد يعني بالتأكيد مدرسة خاصة أو درس خاص، بيفهم إنجليزي بيفهم لغات، يبقى أهله المفروض مثقفين. انتوا نايمين على قدامكم، ولا هو بقى ده بقى نوع المثقفين الموجودين دلوقتي في المجتمعات الإسلامية؟ ثقافة شيطانية عفريتية بترعبوا ولادكم. ليه كده؟ ليه؟ مين اداكي الحق انك تتعاملي مع الأطفال بهذا الشكل؟ الست دي أصلا كانت بتخرج إعلانات وكليبات فيديو، وبتشتغل مخرجة في يمكن السينما والتلفزيون والحاجات دي أوكي؟ إيش عرفك أنتي بقى إنك دلوقتي خلاص اتأسلمتي بقى وبقيتي ملتزمة، فعايزة تبرمجي الأطفال فجأة؟ ما كنت بتجري مع الشياطين قبل المغرب من اسبوعين يعني، وتقول لهم بقى ونقفل الشبابيك ونقفل الشيشان يعني الطفل لو امه قامت فتحت الشباك عشان الدنيا حر، هيقول لها لا يا ماما الشياطين هتدخل. ايه ده؟
من أين لك هذا؟ من التراث الإسلامي اللي جعل محمد يتعامل مع الشياطين ويركبوه طول الليل ويخرج من عندهم مهدود، لأنه هو ويقول لك قرين ويمشي ويسمعوا له جرس لأنه كان مرتبط بالشياطين. مش كده بنكلم الأطفال عن الأمور الغيبية زي ما بيقول لنا علي جمعة. خلينا بقى نشوف الجزء الثاني اللي بتقول لهم بقى هم هيتعاملوا ازاي بقى مع الشياطين. اوكي خلاص. وطبعا احنا عارفين ان احنا لما نيجي نخش البيت بتاعنا لازم نسلم ونقول السلام عليكم يا اهل البيت، السلام عليكم. اوكي طب انا مش شايفه، انا بقول السلام عليكم. طب البيت فاضي، احنا داخلين ومفيش ولا بابي ولا مامي، مكانش في حد اصلا في البيت. انا بسلم على مين؟ بسلم على اي حد يكون في البيت انا مش شايفه. خلاص. فلما انا زي الشياطين، خلاص لما انا بسلم الشياطين راح قايل ايه؟ يوه انا مش هينفع بات النهارده في البيت ده، ولازم يروح ايه ماشي وسايب البيت احسن. اوكي بالظبط. بس لو احنا ما قلناش بقى السلام عليكم يا اهل البيت، هيفضلوا قاعدين فين؟ معانا في البيت. يس. عشان هو بيبقى عايز يفضل قاعد في البيت ويقعد بقى يخليكي تغيزي اختك وتضربي اخوكي وتزعقي لمامي وما تسمعيش كلام بابي ويعمل خناقات بقى في البيت ويولع الدنيا. الشيطان بقى يقول لك ايه؟ تقول له السلام عليكم، يقول لك يو انا مش قاعد لكم. الطفل اللي سالها بتقول لما تخشوا عشان يبقى اي حد موجود في البيت، خلت الشيطان حد، خلت العفاريت. ما هي بتتكلم على العفاريت يعني، مش ما عندهاش فهم، هي مش عايز تقول لهم جن. اوكي فهو المفهوم ان الجن على طول موجودين حواليك، وبقى وعندك قرين ملازم ليك ده على طول ليل ونهار وبيحاول يغلطك وكل حاجه، فعلى طول لازم نرعب العيال ونقول لهم انه في اما تدخل البيت في حاجات بقى بتجري وبتلعب جوه البيت، ما يمكن حاجه تستخبى تحت السرير والعيل ما يشوفهاش، ولما يدخل اوضته مش هيقول السلام عليكم، وما يمكن نسي في نص الليل يقفل باب الحمام. قولوا لي حد من الفصل ده هيقوم بالليل يدخل الحمام لوحده؟ ده هيصحي البيت كله ويولع كل الانوار علشان بقى ايه الشياطين اللي في الحمامات ما تلبسوش. تخاريف. والنقطة الأهم أنه المعلمات والمعلمين اللي في العالم كله في البلاد والدول المتحضرة لما بيكونوا بالذات بيتعاملوا مع السنين الأولى في الدراسة للأطفال لازم ياخدوا كورسات للدراسة النفسية للطفل. انتوا عندكم كده بتعملوا كده في الدول الإسلامية ولا لا؟ مش بخصص مصر بس، أنا بتكلم على الكل. هل مطالبة المدرسة أو المدرس أنه يكون عنده كورس دراسات نفسية للأطفال؟ سؤال. دي عملت حالة رعب للأطفال. وبعدين تقول لهم يعني لازم لو أنا قعدت أتكلم طول الحلقة على الفيديو ده مش هخلص. أوكي؟ بتقول لهم أنه الشياطين هم السبب في مشاكلهم مع الأسرة. وانه تلاقي نفسك بتتخانق مع ماما وبتتخانق مع بابا ومش عارف ايه، فتضيع منهم وتشيل منهم مسؤوليه وفهم التعامل الاسري الصحي المظبوط. لانه لما انا اتخانق مع حد انا عندي جزء من المسؤوليه في الخناقه، ده اختياري ان انا اتخانق ما اتكلمش بالراحه. فبنعلم اولادنا انه لما تيجي اما يكون في بينك وبين بين حد مشكله او فهم غلط لازم تتكلم باسلوب مهذب، ولو حد فهمك غلط تقول انا اسف انا ما كانش قصدي كده، خليني اشرح لك وجهه نظري. حتى الاطفال بيعملوا كده لما بتعلمهم من بدايات تربيتك ليهم انهم يعملوا كده. أو أحفادي لما الصبيان يلعبوا مع بعض وبوكسات ويتشقلبوا ومش عارف إيه، واحد منهم يروح معيط على طول التاني يتحمل المسؤولية ويقول له أنا آسف أنا ما كانش قصدي، أنا المرة الجاية هاخد بالي. ليه؟ لأنه تعلم مسؤوليته في الأمر. بتعلموهم إيه؟
كل حاجة بقى نرميها على الشيطان ونقول الشيطان هو اللي عمل، ما فيش حد هيتعلم. ولكن أيضا بتعلمه الأهم من كده، أنه لا حماية من الله لي، فيش حماية من هذا الإله. أوكي؟ خليني أوريكم فيديو تاني كان موجود في رمضان للشيخ علي جمعة، كان بيتكلم على الغيبيات والجن والشياطين والكلام ده كله، وهتشوف بقى الأطفال كانوا بيسألوه على إيه، واختار قطاع من الأطفال مثلا من سن 5-6 لمثلا 10-12. أوكي؟ شوف. هو أنا إزاي ممكن أحمي نفسي من الجن والحسد؟ خلق الله سبحانه وتعالى أيضا الحسد، والحسد طاقة سلبية تكون عند الإنسان، وينظر متمنيا زوال النعمة ممن يرى. هو ربنا خلق الكون ده كله، طب هو خلق ليه الدجالين وخلق الجن عشان يؤذونا؟ ربنا يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، لكن هو خلق الخير وخلق الشر علشان يختبرك، لأنه لو أنه خلق الخير فقط هيختبرك في إيه؟ شايفين إزاي؟ اتكلم معهم عن القرين وعلى ده وعلى ده، وبعدين البنت قالت له هو ليه ربنا خلى يبقى فيه عرافين وخلق الجن علشان يأذونا؟ الله الله فعال ما يريد، هو خالق الخير والشر، هو كده. الكتاب المقدس بيعلمنا، الله بيقول في الكتاب انه خالق الخير والشر وكل ده صحيح، ولكن لانه خلق الشيطان اللي لم يكن شيطان قبل كده لكن كان ملاك، والملاك اختار انه يسقط ويختار الشر، فبما انه خلقه فبيقول انه ايوه فعلا انا خلقت هذا الشر. الله لا يخلق شر يؤذي الناس، ولكن اختياراتك هي اللي تؤذي الناس. اوكي؟ كما ان اختيار الشيطان هو اللي اذى الناس لما الناس سمعوا منه. اوكي؟ خلينا نركز على انه اللي بنعلمه لاطفالنا عن الله مهم جدا. مش بس انه نقطه ان الاولاد بيخافوا وهيترعبوا من الكلام ده، لكن خليني اقول لك الاطفال في بيوتنا المسيحيه وفي المدارس المسيحيه بيتعلموا ان لله قوه وسلطان على حياته تحميه من كل شر. اتعلم من صغر سنه ان المسيح انتصر على الشيطان، وانه حياته مع المسيح تقوده في موكب نصره كل حين، حتى لو خاف، حتى لو جاله أحلام، حتى لو مر بأمور صعبة، بيبقى عارف إن الله ملجأه وحمايته، ما يخافش منه، ما يتعبش منه، مش هيقول ليه ربنا جاب لي الشيطان، لأنه تعلم إن الله مصدر كل خير لي، وإن إرادة الله لي دائما صالحة. أرجو إنكم تفهموا ده، وبصلي إن الأستاذة فدوى مواهب الله يتلامس مع قلبها، وتعرف إنه مش من حقها إنها تدي الأطفال أي أفكار هي عايز تعرفها تديها لهم كده علشان تأدلجهم، ولكن أصلي إنها تعرف هي نفسها يسوع المسيح المخلص، ويفدي فكرها وقلبها وحياتها وبناتها اللي بتتكلم عنهم في الميديا. دلوقتي خلينا بقى نرجع لموضوع حلقتنا النهاردة، وهي مفاجآت الأقدار من يد إله غدار. الحلقة دي أنا قررت أن أنا أعملها في وسط الحلقة اللي فاتت، لما اتصل بي مشاهد بيقول أنه الله ما بيقدرش الشر، وأنه اختيار الإنسان هو اللي بيقوده لده والكلام ده كله، وقلت له ان احنا هنعمل هرد عليه بطريقه مباشره من القران ومن تفسير القران، لانه كان لازم احط لكم الحاجات على الشاشه، كان لازم تسمعوا الشيوخ بيقولوها علشان ما يقولش ما يبقاش هو قال وانا قلت. اوكي؟
والأساتذة اللي بيكتبوا لي أنه أنتوا بتقدموا حاجات غير مدروسة وكلام من ده، مفيش حاجة بنقدمها ليس لها سند في القرآن والسنة والتفسير والكلام ده كله، وأنتوا بتشوفوها على الشاشة وتقدروا تبحثوا ورانا. أوكي؟ أنا حتى لما بدخل على المواقع الإسلامية ببحث جوه الموقع هو حاطط الآية صح ولا لأ، ولعلمكم بكتشف أخطاء. أوكي؟ فأنا أنا كمان بعمل أخطاء، لكن مش هو ده الهدف. الهدف أن أنت تبحث، والهدف أن أنت تعرف أن كل ما سأقدمه لك اليوم ليس رأيي ولكن رأي القرآن والسنة والناس اللي عاشوا حياتهم كلهم كلها يتبعوا هذا الفكر، بيقول لك أن الله هو يقدر كل شيء، هو اللي يصمم كل شيء، هو خالق كل شيء وخالق كل مخلوق، والكل مخلوق مقهور تحت ايده. هتسمعوا ده من الشيوخ مش مني. فخلينا لما نيجي نتكلم بقى في موضوع القدر هنلاقي انه الشيوخ عندهم الاول كده يعني زي وجه للكلام، او يعني بداية كده للكلام عن موضوع القدر، يقولك لازم الواحد يتعامل مع القدر بحذر، والكلام عن القدر لازم يكون بحذر، والكلام ده كله انك بتتكلم على إرادة الله، وانه من الاساسيات الايمان هو انك تبقى عارف انه القدر وتقدير الله على العباد والمخلوقات وكل ده شيء اساسي جدا. اوكي، عايزه اقول لكم ايه معنى القضاء والقدر. اوكي، بيقول كده في تعقل انه العلماء اختلفوا على تعريف القضاء والقدر، فمنهم من عرفها مجتمعين وجعلها شيء واحد، ومنهم من عرف القضاء تعريفا مغير للقدر. اوكي، فالقضاء والقدر هي يعني اللي قرره الله وهذا قضاءه، ويبقوا الاثنين واحد. وفي واحد منهم قال كده انه القضاء، انه القدر هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. علم الله ان الله عارف ايه اللي هيحصل، وده شيء ما مش هنختلف فيه. ولكن القضاء هو إيجاد الله للأشياء حسب علمه وإرادته. فهو لما هيخلق الشيء، إذا كان الإنسان أو الموقف أو الكل مجمل في ده، أوكي، هو خلقه حسب علمه وإرادته. فعلمه بما سيحدث وإرادته فيما يريد هو أن يكون. خلي دي بقى في ذهننا واحنا بنسمع الشيوخ. وقال لك ان الايمان بالقدر ده شيء، بيقول كده الطحاوي، بيقول كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، ومشيئته تنفذ او تنفذ، ولا مشيئه للعباد الا ما شاء، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن. لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لامره. مش دي برضو بنقعد نقولها كده في الدعوات اللي كنا بنقعد نقولها واحنا مسلمين؟ يا رب انت لا رد لقضائك، ولا مش عارف ايه مغير لحكمك، ولا غالب لأمرك. الكل عارف انه ليس لك اختيار. اوكي، وهنشوف بأي الأشكال ليس لك اختيار. خلينا نسمع الشيخ ده وهو بيرد على سؤال هل الأعمال بتغير القضاء. بالنسبة للقرارات اللي يتخذها الإنسان في حياته، هل هذه ضمن القدر يعني مقدرة ومكتوبة؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، لابد أن نعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا ريبة أنه ما من شيء إلا وقد كتبه الله وقدره سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل، الإيمان بالقدر هو أحد أهم أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، من الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل الإسلام، ولذلك لا يصح إسلام إنسان إلا بأن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن القدر من الله سبحانه وتعالى. كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده، وهو اللوح المحفوظ، وهو اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، أن الله تعالى له المشيئة النافذة في خلقه وعباده، فما شاء الله كان
وما لم يشأ لم يكن. أوكي، يعني قرارات الإنسان قدر ولا لأ؟ تخلص من ده بإيه؟ إنه هو كتب كل شيء، وإنه كل شيء مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، وإنك إن لم تؤمن بالقدر والقدرية وما قدر الله عليك وما شاء فعل وإنه فعالا لما يريد والكلام ده كله، تبقى خارج عن الإسلام إن لم تؤمن بكل ده. لما تحب بقى تفسره على مزاجك وتاخد القرآن وتفسره على مزاجك، وهنشوف دلوقتي آيات قرآنية هتحيرك جدا، يعني إحنا كنا فاهمينها بطريقة والعلماء بعضهم فاهمها كده وبعضهم فاهمها كده وبعضهم مش فاهمها خالص. أوكي، لازم نعترف بده. الكلام عن الإيمان بالقدر والحذر من الخوض فيه لأنه محير جدا لعقول المسلمين. هو مش عارف، لما سألوا محمد طب يعني بيقول لهم القدر والإيمان بالقدر وأن الله قدر كل شيء، فقالوا يعني طب وفيما العمل بقى، طب إحنا هنعمل ليه؟ فقال لهم لا هو كده هيعملوا بقى، وايه وانتوا يعني تقريبا منكم يعني منكم ربنا بقى هتشوفوا بعدين. في مفاجآت في علبة الساحر، في الصندوق اللي احنا ما مش عارفين لما يتفتح هيكون في ايه. ليه بقى؟ لانه في امور مقدرة كتبها ولا تتغير موجودة بقى في ام الكتاب في اللوح المحفوظ. خلينا نشوف الجزء الثاني من الرد بتاع الشيخ ده. الله خالق كل شيء، فالعرش وما دون مخلوق، كل شيء، هذه المجرات، هذه السماوات، هذه الخلق، هذا بجميع أصنافه وأطيافه وأنواع، كل هؤلاء خلق الله عز وجل، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات والأرض. كل شيء مخلوق لله، مدبر، مصنوع، مقهور. أنت الآن لما تتخذ قرار في دراسة، في زواج، في وظيفة، في شيء، إنما أنت بذلت سبب، والله جل وعلا خالق هذا السبب، هذه الأسباب خالق الله عز وجل. فإذا اتخذت قرار وثم هذا الأمر اللي أقدمت عليه لم يكن ناجحا، هذا قدر الله سبحانه وتعالى قدر. قال الصحابة إذن يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني ما دام الأمر أنف، ما دام الأمر مقدر ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا برضو، ولكن انت في الاخر انت ميسر لما خلقت له. هنعرف بقى موضوع الخلق ده من حديث، لكن ارجع بقى ايه، اراجع على الكلام اللي قاله الشيخ ده. قال لك الكل مقهور، كل الخلائق مقهوره، لانك بتتحدث عن اله القران اللي هو الشيطان نفسه الذي يقهر الانسان، يقهر على انه يعيش بالصوره اللي هذا الاله عايزها اللي مقدرها هو، وهو يقدر الشر للخير ابدا، لن يكون مقدر للخير ابدا، لانه ليست ارادته صالحه للانسان. احنا بنتكلم عن صوره مغيره لله، العكس تماما لله الحقيقي اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس، لمحبه الخالق الذي ارسل ابنه الوحيد علشان يموت عنك وعني فتكون لك ولي حياه ابديه معه، حياه مقدسه معه، لي اختيار فيها اني اكون بنت الله واعيش حسب قداسته، ارادته لينا القداسه، إرادته لينا إن إحنا دائما نكون شاكرين فرحانين بحضوره في حياتنا وبعمله في حياتنا، إرادته لينا إن إحنا نكون متغيرين دائما إلى صورة الله، إلى قداسة الله، دي إرادة صالحة. لكن هذا الخالق اللي بيتكلم عنه القرآن هو ليس خالق، هو خالق الشر، الشيطان هو خالق الشر فقط. فكيف يقدر للناس سلام وهو لا يعرف السلام؟ أوكي؟ وبعدين الحديث القادم اللي هو صحيح اللي انتوا هتشوفوه ده حديث يجب ننتبه ليه. عايز اقول لكم حاجة قبل الحديث كمان، انه خلي بالك انه من اللي قاله الشيخ النهاردة هو السؤال الاساسي، هل اختياراتنا والاعمال تغير الاقدار؟
في الآخر قال له يعني أنت عليك أنك تقدم الأسباب فتختار وتعمل وتذاكر وتنجح وتتجوز وتعيش وتعمل كل ده، ولكن في الآخر قال له إيه؟ الله برضو أيضا خالق الأسباب، حتى لو ما نجحتش فده قدر الله. هناك بلا جدال إثباتات بتقول أن إله الإسلام يقدر الشر ويختار من يختار ويرفض من يرفض. إنك لا تهدي من أحببت والله يهدي من يشاء، هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أوكي؟ خلينا نشوف الحديث القادم بيقول كده، إنه الله لما خلق آدم أخذ من ظهره وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فقالوا له يا رسول الله نعمل ليه بقى؟ يعني هنعمل ليه؟ قال لهم على مواقع القدر، يعني هتعملوا لأنه هو ده اللي لازم يتعمل عشان قدر الله عليكم، أو ما قدر الله عليكم، أو الرجاء في أنه والله يقدر عليكم شيء كويس. هو كده، ما عندكش اختيار. وانت اصلا الصحابه كانوا بيسالوا ليه؟ لانهم يئسوا. ولكن في الاخر انت لو عارف ان اله الاسلام قدر كل شيء وقال دول في الجنه ولا ابالي ودول في النار ولا ابالي، فالمشكله عندك انك بالتاكيد ما عندكش اختيار، فلازم تعمل وتسعى لحسن تكون من بتوع اليمين او من بتوع الشمال، ما انتش عارف انت رايح فين. وبعدين تيجي في الاخر هتلاقي بقى ايه المفاجآت في اللوح المحفوظ. خليني اوريكم تاني سورة الحديث مكتوب حكم، خلاصة حكم المحدث صحيح. عايز اقول لكم حاجة عن الحديث ده، في واحد بعت يسأل عن صحة الحديث، وهو بيقول في الرسالة اللي بعتها قال انا اتعبت، انا اهتزيت نفسيا لما قريت الحديث ده. فالراجل بقى اللي بيرد عليه غسله كالعادة، الاقدار وما تتكلمش عن الاقدار، وانك لازم ما تخافش مش عارف ايه، ولازم تتكلم بادب عن القدر، غسله وما قالوش الحديث صح ولا غلط، بس شرح له انه القدر سيكون، هو فعال ما يريد. علي جمعة ما بيكذبش على فكرة، هو بيقول كل الحاجات الخرافية والمدينة جدا للإسلام وما بيكذبش، ما بيخافش. أوكي؟ هو قال كده، هو فعال ما يريد. أعمل لكم إيه؟ عندك قريب، مش كده؟ خلينا بقى نشوف الفيديو اللي جاي، والخميسي بقى هيبتدي يكلمنا عن إيه أنواع القدر. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الأظهر والعلم عند الله تفسير هذه الآية، يقول أهل العلم إن الله تبارك وتعالى يعني قدر المقادير جل وعلا، وهذه المقادير قال بعض أهل العلم قابلة للإثبات والمحو، التي كتبت عليك وأنت في بطن أمك. أما المقادير التي كتبت في اللوح المحفوظ هذه لا تتغير أبدا، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي التي كتبها عليك في هذه الدنيا في غير اللوح المحفوظ. طب مين اللي هيعرف بقى؟ طب يعني اللوح المحفوظ ما بيتكلمش، بيقولوا لي اللوح المحفوظ ما بيتكلمش، هنعرف منين بقى؟ أوكي، هيجي بقى في الآخر يبقى الصندوق الأسود بتاع الإسلام اللي هيطلع لنا منه بقى العفريت أكيد. لا بس مش لينا، في اسم يسوع إحنا ليس لنا اتصال بده، وكل عابر وكل مؤمن اليوم بيقول يا رب أنا بسلمك حياتي لإنك إله السلام والمحبة والغفران والقداسة والطهارة، الرب يحميك من كل الخرافات دي. دي خرافات، دي رعب إله الإسلام اللي هو الشيطان علشان يخليكم في قبضته وتبقوا مربوطين بأنكم ليس لكم إرادة، ولكن أنت إنسان وأنت إنسانة لك إرادة حرة أنك تختاري النهاردة الحرية في المسيح، وأنك تختاري أنك تعرفي
الله بصورة شخصية قريبة جدا يتعامل فيها معاك بصوته ووجوده وحنانه ومحبته وحضوره كل يوم كل لحظة. اختيار مش صعب على فكرة. اوكي، بيقول لك بقى ايه الخماسي، بيقول لك انه الله بيكتب ويمحو ما يشاء، ودي آية قرآنية. هو بقى ايه، يقعد يكتب ويمسح ويكتب ويمسح. في الحديث بتاع اللي قاله محمد انه خليني اللي هو حديث القلم، بيقول كده: اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. كيف لك أن تنجو من شيء كتبه الله؟ خلي بالك اللي قبله قال لك إيه، هو حتى الأسباب هو اللي كتبها وهو اللي مقدرها، يعني الحلقة مقفولة. وبعدين يقعد يكتب ويمسح، طب ليه بيكتب ويمسح؟ هو مش فاكر ولا بيغير رأيه ولا يعني المسألة لعبة عشان يفضل الإنسان دايما متحير ماذا تكتب وماذا تمحو؟ ما هو نفس الحكاية، زي ما يدي آيات وينسها، مش كده؟ مفيش حاجة اسمها كده، مفيش إله يغير رأيه، مفيش إله يقدر على الإنسان الشر ويعاقبه به، هذا لا يليق بقداسة الله. يبقى مهزوز الشخصية، يبقى مذبذب، يبقى أفكاره كلها أفكار متضاربة. والحقيقة إنه هو ده اللي هنجده دائما في القرآن، أفكار متضاربة، أفكار الأمر وعكسه، الأمر وعكسه. أوكي، وبعدين يقول لك بقى إن في الحاجات بقى اللي لا تمحى هي في أم الكتاب. خلينا نكمل من بعد أم الكتاب نشوف إيه تاني، لأن الكتابة أي على أربعة أحوال، أو التقدير على أربعة أحوال: تقدير في اللوح المحفوظ، وهو كما في قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا الذي لا يتغير. النوع الثاني هو الذي يسمونه التقدير العمري، تقدير العمر، وهو الذي يكتب عليك وأنت في بطن أمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4: بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. أوكي، الكلام اللي قلناه ده مش كارثة برضو ولا ايه؟ الكلام اللي هو قاله دلوقتي، هو قالك انك عندك 4 مراحل، والحقيقة ان الاربع انواع من التقدير او تقدير الله على الانسان او الخليقة كلها هي اللي بيقوله ده امور مهزلية جدا. فيقولك انه التقدير العمري، انت بيجي بقى الملاك ومش عارف ايه وينفخ فيك الروح، وطبعا كل التخاريف بتاعت الجنين امتى بيكون فيه روح وامتى ما بيكونش فيه روح واتكلمنا فيه قبل كده. فانت الحاجات دي بتتكتب عليك وانت في بطن امك. ايه بقى؟ عملك ورزقك وشقي ام سعيد؟ هل ده بيثبت الحديث اللي اتكلمنا عنه ولا لا؟ هو من الاول يعني الملاك مش جاي هو اللي بيكتب العمل والرزق ده، هو واخده من المفروض، يعني المنطق بيقول ان الملاك بيوصل اللي هذا الاله كتبه عليه، فيروح باصم عليه ده فقير وشقي وداخل النار وجهنم حتف، والتاني يقول بقى ده هيتغني ومش عارف ايه وهكذا، وهيشتغل سباك، هيشتغل دكتور، هيشتغل مهندس وهكذا. عملك ورزقك وشقي أم سعيد. فكيف يكون للإنسان اختيار في كل ده وافتكروا أن هذا الإله أيضا يسبب الأسباب ويقدر الأسباب، فأنت بلا اختيار أيها الإنسان. التقدير الثالث هو التقدير السنوي، وهو يكون في ليلة القدر في كل سنة.
إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرغ كل أمر حكيم. في كل سنة في ليلة القدر توزع أرزاق من الله تبارك وتعالى. هذا التقدير الثالث. التقدير الرابع التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول أهل العلم يمرض هذا ويشفي هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويهدي هذا ويضل هذا ويحيي هذا ويميت هذا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هذا التقدير اليومي. اليومي والعمري والسنوي هذا قابل للتغيير. أما الذي لا يقبل التغيير فهو الذي في اللوح المحفوظ، الذي في أم الكتاب. هنعرف منين؟ دايما على فكرة كلهم يروحوا جايين على أم الكتاب يقول لك ما عرفش بقى، ده ما عرفش. فيقول لك إنه التغيير بقى السنوي واليومي والكلام ده كله. السنوي في ليلة القدر، شوفوا الناس بقى اللي تقول لك إيه، ما أنت مش عارف ليلة القدر إمتى. فالناس بقى تفضل طول النهار بقى تدعي يا رب ويفتكروا ان دي ليله القدر، وبعدين يخمنوا انها 27 ويخمنوا انها مش عارف ايه، ويفضلوا بيقول لك ايه بختك يا ابو بخيت، هنشوف القرعه اللوتري هتطلع على مين، هياخد ليله القدر ولا لا. ما هو كده، الله الغني يعطي لمن يسال، يعين من يطلب، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ده الكتاب المقدس، هذا هو الله الذي هو الطريق والحق والحياة. يقول لك شايلني أنا أحمالك، اديني حملك أنا أشيله عنك. لكن هذا الإله يشيلك أحمال الـ مش بس أنت، لا الغير كمان. يعني إذا كان حد غلط في حد هياخد من حسناتك، وانت يا عيني عمال تتهد طول النهار علشان تعمل لك حسنة ولا اتنين. مهزلة. ارجعوا شوفوا حلقات أهوال القيامة خرافة إسلامية عشان تشوفوا يوم القيامة ده شكله ايه. والحوريني يا كيكا، دي اللعبة اللي تقعدوا بقى تلفوا حوالين بعض فيها، دي موجودة بقى عند هذا الإله. هو ده شكل يوم القيامة، تجيله من هنا يجيلك من هنا. وبعدين اللي بيقدروا بقى على الإنسان يوميا، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويمرض من يشاء ويضر من يشاء، مش قالوا كل الكلام ده؟ قال كل الكلام ده؟ الله لا يضر الإنسان أبدا، الله لا يضع الإنسان في مأزق حتى يزله أو يضره أو ينو. لا، في نتائج لأعمالنا، دي حاجة. الله ممكن يسمح أن ندخل في تجربة، في نتائج للعالم اللي مليء بالشرور ففي أمراض، أوكي، ولكن الله يعينك في وسطها، لا يتركك تتألم وتتعذب، لأنه لم مش هو إرادته ليك، مش مرض إرادته ليك، مش شر إرادته ليك، إنك تعرفه ما تعرفه معرفة حقيقية، فيكون أي حاجة في حياتك تانية بتمر بيها عارف إنك مش بتمر بيها لوحدك، لأن الله حي في حياتك، روح الله القدوس يتكلم داخلك. ده فرق. إيه بقى شغل الإله ده؟ كل يوم هو في شغل أو في شأن. إيه شغله؟ قاعد عمال يبوظ حياة ده ويكركب حياة ده، وبعدين يدي ده اللي هو عايزه، وتاني يوم ياخده منه عادي. ليس لك ضامن أمام أو مع إله الإسلام أبدا، لأنه ليس الله الحقيقي. وبعدين معلش نرجع لصورة واقعية شوية. إيه الإله اللي هو أنت بتقول أنه عارف كل شيء ومخدر كل شيء وكاتب كل شيء والكتاب واللوح المحفوظ وأم القرى وأم الكتاب والكلام اللي انتوا بتقولوا ده كله، أوكي، كل ده لسه قاعد بيشتغل وينظم في حاجات كل يوم؟ لسه بيكتب حاجات؟ القلم عمال يمحي ويحط ويمحي ويحط، ولكن هل هذا للصلاح؟ أم هو لتعذيب الإنسان اللي بيخلص منه إله الإسلام لما يكون عنده خطايا يقول لك إن أما يسيبك المرض ده تخليص لخطاياك؟
ده يشيل عنك يوم القيامة مكانك في النار. أنت قاعد عامل حفلات تعذيب هنا وهناك، ليس هو هذا هو فكر الله أبدا. وتعود أمام إله الإسلام إلى مفاجآت ما لا تعلمه عن ما قدروا لك. لا تأمن هذا الإله، لا تأمن هذا الإله، لأنه هو نفسه هذا الإله اللي قال مرة تانية هذا الحديث اللي بيقول لك إنه خلقهم وأخذ من ظهر آدم وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ويحتار المسلم من أيام الصحابة إلى اليوم، طب ونعمل إيه وليه بنعمل؟ فيقول لهم قدر ونصيب في الآخر يعني، وانت وحظك، بختك يا أبو بخيت. ينفع كده؟ لا، ليس هذا هو فكر الله الحقيقي أبدا. خليني أجيب لكم آيات من القرآن بتتكلم عن يعني ماذا تتوقع من هذا الإله. نشوف في السورة اللي قدامنا دي بيقول كده: وإن أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وهي أعتقد سورة الإسراء 16، فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. الناس الفقهاء عملوا ده ازاي؟ فسروه ازاي؟ اوكي، ادي التفسير، انا بس حطه لكم علشان تبقى عارف انه التفسير موجود، وهتلاقيه ده تفسير القرطبي، وانا هشرح لكم لانه التفسير طويل قوي. اوكي، فانا هشرح لكم بس التفسيرات اللي اختلف عليها الناس، والمصائب في هذه الآية الصغيرة فقط. وإن أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فقال لك كده، فبيقول كده إنه الله أخبر في الآية التي قبل أنه لم يهلك القرى قبل ابتعاث الرسل، لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل، ولكن وعد منه، ولا ولأنه مش هيخلف وعده. فهو بيقول لك أنا بعت ورسل وإنتوا ما سمعتوش. أوكي، وبعدين يقول لك بقى في الآية اللي هي دي بقى، يقول لك وإن أردنا أن نهلك قرية فأمرنا مترفيها فأسرفوا ففسقوا فيها. أوكي، فبيقول إنه التفسير اللي بيميل ليه الشعراوي مثلا يقول لك ايه، انه هو بما انه امرهم فكان عليهم اما السمع واما الطاعه، فهم اختاروا ان هم لا يطيعوا ففسقوا، فحق عليهم بقى القول وبقى يرتاح بقى ويبقى مبسوط قوي. ولكن الايه في الاول يا استاذ بتقول وإن أردنا أن نهلك قرية فأمرنا مترفيها ففسقوا فيها. يعني هو اللي جاب المترفين لأنه يريد أن تهلك هذه القرية. تفسير الشعراوي بيسيب وإن أردنا. أوكي، وإن أردنا أن نهلك، مش وإن أردنا أن ننقذ قرية. لا، هو بيقول لك هنا هو أمر بالهلاك، هذا أمر قضاء من هذا الإله لأنه يريد الهلاك، لأنه إله يريد الهلاك. تفسير آخر بيقول لك أنه أمرنا دي بتتقري أمرنا، يعني حط عليهم أمراء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فخليناهم يعني يقودوا في عملية الفسق ففسقوا. برضو هي لأنك في الأول بتتكلم عن إرادة هذا الإله، أنا هذا الإله بقول إنه إرادتي إني أفسد هذه القرية وأدمرها، علشان كده أنا أمرت أم أمرت. والمصيبة الأكبر بقى إن إحنا لما نيجي نشوف الاختلاف بين قراءة هذه الكلمة اللي من عشرات الآلاف الكلمات اللي خرج نزل بيها القرآن غير منقوط وغير مشكل، فعندك مشكلة.
لأن القرآن كان غير منقوط وغير مشكل، فأنت قدام مشكلة أنك بتقرأ آيات ما أنتش عارف هي مكتوبة إزاي والمين. كم واحد من اللي بيسمعونا النهاردة عارفين أن القرآن وهو بيتجمع كان غير منقوط وغير مشكل، وأنه التنقيط والتشكيل لم يخترع إلا بعد مثلا بيقولوا من 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 100 ل 200 او زياده سنه. ابحث، فكر، فكر. على كل الاحوال اراده هذا الاله الهلاك، هو يقضي بالهلاك، ولكن الامر الاخر انت لا تستطيع انك تضمن اي قول او فعل او ما يقدمه هذا الاله عن نفسه أبدا، لأنه ليس الله الحقيقي، هو يريد أن يهلك الناس. هناك آيات قرآنية بتتكلم عن الآيات عن الهلاك وآيات عن الناس اللي هيوديهم الجنة مثلا. فيقول لك واحد سأل أنت هل في آيات بتتكلم عن قضاء الله بدخول البعض في النار أو قضاء الله بدخول البعض في الجنة، فقال له آه، أدي لك آيتين من كل واحد يا سيدي. إيه بقى الآية الأولانية؟ بيقول كده وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، دي سوره يونس، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، دي سوره الانبياء. اما الايتين التانيين بقى اللي هو بيتكلم عنهم، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، اللي هو ايه؟ اللوح المحفوظ اللي انا كاتبه. اوكي، دول داخلين. أوكي؟ وبعدين الآية المهمة اللي نفسي أنكم تركزوا فيها شوية، اللي هو اختارها وحط هي سورة الأعراف، لكنه حطها هود وده غلط، هي سورة الأعراف 30. بيقول كده، أي بيقول أوكي، ثم بيقول كده فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الآية اللي قبلها بتقول كده كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وروح اقرأ التفسير لوحدك علشان تبقى عارف ان هذا الإله يقرر الهداية ويقرر عدم الهداية على حسب مزاجه، اللي راحوا كده واللي راحوا كده. هو كان مزاجه مش رايق في اليوم ده، فقعد يعد بقى فاضي بقى هذا الإله، وقرر ده 50,000 سنة قبل خليقة الإنسان. أي عدل أن يقرر الإله مصيري قبل أن أولد، قبل أن أعطى اختيار، قبل أن يشتاق قلبي إلى معرفته. عايز أقول لكم حاجة عن المسيح، المسيح لا يعرف رعبا ولا خوفا ولكن حبا. الكتاب بيقول إنه أحبنا أولا، علشان كده احنا حبيناه، إنه قدم لنا الفداء والخلاص، وإنه مات عنا، وإنه تعذب وصلب وقبر وقام لأنه أحبنا، لكي لا نموت الموت الثاني. لما نقبله الموت الثاني هو موت الروح بقى، النفس البشرية كلها تنتهي، إن كان في الجحيم أو اختياري، هو ما يقودني لهذه الحياة، أن أرفض عمل المسيح الكفاري على الصليب اللي أعطاه منذ بداية الـ 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 أول الخطية، وقال إنه في الوقت ده أنا هرتب لكم خطة للخلاص. فكر، تقبل ولا ترفض. كتاب بيتكلم في آيات كتيرة عن التغيير اللي بيعمله فينا الله، وبيقول لك في الآية دي في روميا، يقول لك كده ولا تشكلوا هذا الظهر. بولس بيقول للناس لينا كلنا كده، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. كل ما تتغير مع الله، كل ما تريد أن تتغير وتنمو وتقترب من الله أكتر، كل ما هتختبر إرادة الله الصالحة المرضية هتفهمه أكتر، هتعرف قلبه ليك، هتعرف محبته ليك. إرادة الله الصالحة هي
لأنه بذل نفسه لأجل خطايانا عشان ينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إلى إرادة الله وأبينا. إحنا لما بنصلي بنقول له يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، لأن مشيئة الله صالحة، لأننا نثق أن مشيئة الله صالحة لينا دائما. عندي فيديو، أنا مش عارفة قدامنا قد إيه، هحط لكم فيديو للكلمة اللي قالها الأسقف مرماري عمانوئيل. عايزاكم تسمعوا الكلمة دي لأن عندي رسالة بعدها. اسمع. أطلب من الرب يسوع المسيح أن يقبل هذه العين كعربوني محبة وعربوني تضحية، ولكني أخجل أن أقول أنا أضحي للرب. ما صنعه الرب على خشبة الصليب، لا يوجد إنسان على الإطلاق أن يوفي ما صنعه الرب يسوع المسيح. ولكن أصلي يا يسوع يا الغالي الحبيب أن تقبل بنعمتك وبمحبتك، أن تقبل هذه العين عربونة حب لكل إنسان مسلم أينما تواجد. أنا أعطيك عيني يا حبيبي المسلم، إن لا تبصر فأنا أكون العين لك، ولتكون هذه العين كما نقولها في اللهجة الدارجة العراقية، حبيبي أنت هاي العين تروح لك فدوة، هاي العين تروح لك فدوة حبيبي، هاي العين تروح لك فدوة يا الغالي. أحب المسلم قبل أن أحب المسيحي. العين اللي فقدها هذا الرجل الكريم المحب لله اللي غيرته محبة الله، قال إنها فدا أي مسلم اللي بيحبه أكتر ما يحب المسيحي، قبل ما يحب المسيحي، لأن المحبة واحدة. أنا عايزة أقول لكم إنه حلقة النهاردة حتى ولو كانت يمكن قاسية عليكم شوية، أو الكلام اللي سمعتوه يكون قاسي شوية، أنا عايزة أقول لكم حاجة، إحنا كلنا نبذل ما نبذل حتى تعرف محبة الله الأبدية ليك، حتى تعرف كيف تضمن الحياة الأبدية مع الله، مش عشان تفضل طول عمرك متعذب، أو مش عشان نعايرك بكلام إله الإسلام، ولكنها تنبع من محبة حقيقية حطها الله فينا اللي غيرنا من جوانا، بدل ما كان الشر والغضب والألم والخوف والنظرة إلى الله والإنسان اللي حوالينا نظرة شريرة، أصبح في محبة المسيح نحتمل كل شيء من أجل المسيح ومن أجلكم، بنحبكم من كل القلب، لذلك عيني كمان فداكم. وكل واحد خادم للمسيح يقول نفس إنسانية تعرف الله اليوم هي أفضل كثيرا من كل حياتي. بنقدم لكم محبة المسيح لأنه هو الوحيد اللي يستاهل إنك تعطيه حياتك. وصلي من أجلكم بكل محبة، أنتم غاليين على قلوبنا جدا، لكم مني كل سلام ومحبة اليوم، وإلى اللقاء.